السلام عليكم يا أهل مصر ومساء الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحياة في مصر. أتمنى أن نكون النهاردة ضيوف خفاف على حضراتكم. النهاردة بالصدفة وأنا بفتح التلفزيون لقيت مسلسل اسمه تحت الأرض لأمير كرارة. المسلسل جميل، لكن وقفت عند مشهد اتقال في السياق الدرامي فيه. المشهد عبارة عن تحقيق بيتم بين المحقق وبين المتهم في المسلسل اللي هو أمير كرارة. فأمير بيدافع عن نفسه وبيقول للمحقق إني بريء، وكمان تقارير الطب الشرعي أثبتت إني ماليش علاقة بالموضوع ده. قام رادد عليه المحقق وقال له بتهكم أو سخرية، كلنا عارفين تقارير الطب الشرعي بتتظبط إزاي. وهنا اسمحوا لي نقف شوية أو نقف شويتين، لأن الدراما بالشكل ده مع كامل تقديري للعمل المحترم ده وصناعه أو أي عمل تاني بيمشي في السكة دي، بترسخ بشكل مش هقول بقى غير مباشر، لا بترسخ بشكل مباشر في عقلية المشاهد المصري عدم الثقة في التقارير اللي بتطلع من الطب الشرعي. الطب الشرعي اللي هو وسيلة في غاية الأهمية لمعرفة الحقيقة، لفهم إيه اللي حصل، وفي النهاية الوصول للعدالة في أي قضية، لأن الطب الشرعي جزء أصيل من وزارة العدل. فلما يطلع الكلام في المسلسل أو في مسلسل تاني على لسان شخصية المحقق، والحقيقة مش عارف هو كان في المسلسل ضابط بيحقق ولا كان وكيل نيابة، لكن كان واحد بيحقق بشكل رسمي. فلما يطلع على لسانه في المسلسل تشكيك في نزاهة تقارير الطب الشرعي في بلدنا، يبقى ما نستغربش إننا نسمع الشكوك دي في أي قضية في الواقع وبعيدا عن الدراما. ومع الأسف أنا سمعتها الفترة اللي فاتت بعيداً عن الدراما في الواقع. ما تستغربش كمان لما يتقبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهم فساد متلبس ومتسجله، فتلاقي أغلب الناس على السوشيال ميديا متعاطفة معاه بدل ما تكون سعيدة بأن البلد بتحارب الفساد والمفسدين اللي بيستغلوا كراسيهم وبيعتدوا على حقك وحقي. ده لأن اتغرس جواك التشكيك في أي تقرير أو أي فعل بتقوم بيه أجهزة الدولة، تشكيك من خلال الدراما. اتغرس فيك إن التقارير بتتظبط أو بتتفبرك، وأصبحت الدراما بدل ما تقف مع الدولة المصرية، لأ بتشكك وبتقول للناس ما تصدقوش أي كلام بيتقال، أكيد وراه حاجة تانية. ترسيخ للبلبلة وللريبة بين حضراتكم، بين الشعب المصري، وبالتالي بقينا بنقع بكل سهولة فريسة لأي شائعة، والناحية التانية تشكك وتنكر الحقيقة نفسها. وده على العكس تماما من لو لاحظتم حضراتكم الأفلام الأمريكية، هتلاقوا فيه أشبه باتفاق أو بروتوكول موجود فيها، اتفاق صحيح مش مكتوب لكن في إجماع عليه من صناع السينما الأمريكية والدراما كمان هناك. لاحظوا حضراتكم هتلاقوا مفيش فيلم واحد أيا كان بتنتجه هوليوود إلا ولازم يظهر فيه العالم الأمريكي إن شاء الله حتى في شوط واحد فيه، وده بيرسخ بشكل فعال قيمة وأهمية العالم الأمريكي عند كل مواطن هناك. حديثي مش انتقاد للمسلسل لأن من اللي شفته مبذول فيه مجهود محترم، لكن حديثي أشبه بالمناشدة ولفت انتباه للمبدعين اللي موجودين في بلدي وبالأخص في التأليف الدرامي والسينمائي. ابدع زي ما انت عايز، بس خليك فاهم وفاكر ان كل كلمة بتكتبها بتأثر بشكل مباشر او غير مباشر في مجتمعنا. ربنا يصلح حالكم وحالنا وحال بلدنا، قولوا امين. واسمحوا لنا نبدأ اخبارنا النهاردة مع حضراتكم في فقرة الانترو الاخباري من محافظة الاسماعيلية في اقليم القناة. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بتخرج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين في معهد ضباط الصف المعلمين في مدينة التل الكبير. الرئيس هناك كرم أوائل الخريجين ومنحهم نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقدير لأدائهم وواجباتهم. حفل التخرج أدى مجموعة من ضباط الصف المعلمين سلام، أو أدى فيه مجموعة من ضباط الصف المعلمين سلام الشهيد، وارتفعت في السماء صور بعض الشهداء تكريما لذكراهم وكمان عرفانا ليهم. اسمحونا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير، حيث أدى مجموعة من رجال ضباط الصف المعلمين سلام الشهيد، وارتفعت في السماء صور بعض الشهداء تكريما لذكراهم وعرفانا لهم، مرددين شعارهم وهو إيمان عزم فداء. وقدم طلاب المعهد عديدا من العروض القتالية والأنشطة الرياضية التي تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب، والتي تضمنت أساليب الدفاع عن النفس والقفز من الموانع واختراق الحواجز المشتعلة، كما عرض فيلما تسجيليا لإرشادات ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي الشهداء، بجانب صور للعمليات العسكرية في سيناء وصورا لعدد من الإرهابيين بعد القضاء عليهم. ويعد تدريب التخصصي عماد العمليات التعليمية التي تهدف إلى تأهيل ضباط الصف المعلمين للانخراط في صفوف ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة، وقد تم تطوير جميع عناصر العملية التعليمية وإكسابهم القدرة على استيعاب التطور التكنولوجي، ما يحقق الكفاءة في استخدام الأسلحة والمعدات. ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل خريجي الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديرا لأداء وواجباتهم، كما أهدى اللواء مدحت عبد الرازق مدير معهد ضباط الصف المعلمين المصحف الشريف للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل. ولسه متواجدين في الحفل في الإسماعيلية، اللواء مدحت عبد الرازق مدير معهد ضباط الصف المعلمين أكد إن المعهد أمد القوات المسلحة بخيرة الرجال، كمان أشاد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المعهد وتحديثه علشان يحاكي المعاهد التانية التعليمية في الدول المتقدمة. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم إعلان نتيجة المعهد. النتيجة النهائية للدفعة 156 ضباط صف معلمين، دفعة الشهيد مساعد أول عطية صالح محمدين حسن، صدق السيد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة على النتيجة النهائية للدفعة 156 ضباط صف معلمين، وكانت نسبة نجاح من تنطبق عليهم شروط دخول الاختبار 98.8%، والله ولي التوفيق. ونروح لمجلس الوزراء. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع مع وزير المالية وكمان وزير التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ونائب وزير الإسكان لمتابعة تطوير منطقة سور مجرى العيون بعد نقل المدابغ لمدينة الجلود في روبيكي. رئيس الوزراء أكد اهتمام الحكومة بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون علشان إحياء المنطقة التاريخية وكمان إعادة إبراز رونقها الحضاري، واللي بتمثل إضافة جديدة على خريطة المقاصد الأثرية والسياحية في مصر. نروح لأخبار الحج. الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية تفقد النهاردة جاهزية العيادات المركزية للبعثة واللي موجودة في شارع الهجرة في مكة المكرمة، ده تمهيدا لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين. رئيس بعثة الحج الطبية قال إن العيادات المركزية في مكة المكرمة وكمان المدينة المنورة بدأ عملها النهاردة لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين، وعددها حوالي 5 عيادات، وإنه بيتم الانتهاء من تجهيز حوالي 28 عيادة فرعية تانية موجودة في مكة المكرمة، بالإضافة لإنه تم الانتهاء من استلام جميع الأدوية اللي تم شحنها من مصر ووزنها حوالي 14 طن بتكلفة حوالي 2,500,000 جنيه، جاري توزيعها على الصيدليات الموجودة في العيادات دي. بيتم كمان الانتهاء من ترخيص جميع العيادات بإجمالي حوالي 33 عيادة وصيدلية. من ناحية تانية، النهاردة كان في حفل توديع لأول أفواج الحجاج من مطار القاهرة الدولي بحضور الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وكمان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد تاني من المسؤولين. اسمحونا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. مؤتمر صحفي عقده يونس المصري وزير الطيران المدني والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية للدولة لتوديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي بحضور لفيف من قيادات وزارات الطيران المدني والداخلية والتضامن الاجتماعي والأوقاف والجمارك والحجر الصحي. ضيوف الرحمن الكرام، نؤكد لكم أن راحتكم هي هدفنا الأساسي، ولاستمتاعكم بهذه الرحلة المباركة فإننا نعمل ونتعاون مع كافة الجهات والهيئات المعنية والمنظمة لموسم الحج
تحت مظلة وزارة الطيران المدني وبتوجيهات من معالي وزير الطيران المدني على حل أي مشكلات قد تواجهكم في مرحلتي السفر والعودة. في هذا الوقت الذي نسمن فيه الدواء العظيم الذي تقوم به وزارة الطيران المدني في تسليل شؤون المسافرين من حجاج بيت الله وجميع المسافرين على خطوطنا الوطنية، ونقدر الدور الذي تقوم به كل مؤسسات الدولة بوزاراتها المشتركة في خدمة الحجاج، سواء من وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة ووزارة الأوقاف والسيد رئيس البعثة الذي أكد أننا جميعا وسيادته في المقدمة في خدمة حجاج بيت الله. وكرم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني طلائع أولى رحلات حج مصر للطيران المتجهة إلى مطار المدينة المنورة استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج في حفل توديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام. شعور الحج دي شعور حاجة تانية، حاجة ربانية من عند ربنا كده سبحانه وتعالى، يعني لازم يبقى فيها فرحة وسرور وبندعي من الله انه ربنا يتقبل. ممتاز، فوق الممتاز والله، والناس هنا بتتعب عشان راحة الحجاج. احساس جميل وحاجة حلوة، يعني واحد مبسوط جدا جدا يعني انه طالع حج. طبعا ركن كبير جدا ركن الحج، فانا كده بقضي ركن خامس من اركان الحج من اركان الاسلام. ربنا يا رب ينولها لهم كلهم يا رب، ولاخواتي وكل اللي يتمنوها يا رب، حاجة عظيمة. فرحة بدت واضحة على وجوه حجاج بيت الله الحرام، خصوصا مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الطيران للحجاج داخل المطار، حيث حرصت الوزارة على تقديم أقصى ما لديهم من خدمة والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج. عمرو عبد الحميد، الحياة في مصر. ربنا يتقبل من كل حجاج بلدنا، يوصلوا بالسلامة ويعودوا سالمين إن شاء الله بعد موسم الحج، ويكتبها لكل مشتاق يا رب العالمين. اسمحوا لي على هذا الأمر، بينضم لي عبر الهاتف الأستاذ أيمن عبد الموجود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. يا أهلا وسهلا بك يا أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بحضرتك. مشرفني يا فندم بالتأكيد. أهلا وسهلا. في البداية احنا حتى في التقرير كان في كذا وزارة مسؤولة عن الحج، احنا بنتكلم على وزارة الداخلية في المقام الأول، وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة عن حج الجمعيات، وكمان وزارة السياحة مسؤولة عن الحج السياحي، ووزارة الأوقاف بطبيعة الموسم، موسم الحج هو موسم ديني، فطبعا وزارة الأوقاف مسؤولة بشكل مباشر في هذا الأمر. كلمنا في البداية على اللي تابع ليكوا كوزارة التضامن الاجتماعي وكمؤسسة مسؤولة عن هذا الأمر، عدد الحجاج التابعين ليكم كوزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات أهلية قد إيه، وإيه اللي وفرتوا لهم في الفترة اللي فاتت؟ طبعاً في البداية إحنا عدد حجاجنا 12,445 حج هذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية والعياد المنضمة. تمام. الوزارة النهاردة أول أفواج الحجاج الجمعيات غادروا الأراضي المصرية للمدينة المنورة. الحمد لله الأمور ماشية وفقا لما مخطط وعلى ما يرام. الحمد لله الأمور ماشية على خير حتى الآن، والحجاج تم تسكنهم في فناديهم في المدينة المنورة، الفنادق المخصصة ليهم. الوزارة حريصة طبعا بحكم مسؤوليتنا عن حج أعضاء الجمعيات الأهلية إن احنا ننسق مع كل الجهات المعنية بالحج داخل مصر، بداية من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف، معانا بعثة من الوعاظ الدينيين حريصين ان هم يكونوا مصاحبين لحجاجنا طوال مده الرحله لتوعيتهم وتثقيفهم بالامور المتعلقه بمشاعر الحج. كذلك في تنسيق كامل مع وزاره الصحه المصريه لانشاء العيادات بمقر اقامه الحجاج. احنا عندنا وزاره التضامن خصصنا اماكن لتسع عيادات داخل مقر اقامه حجاجنا لانشاء عيادات، ووزاره الصحه تولت تجهيزها وامدادها بالادويه والاطباء، واحنا تولينا تجهيز المكان الخاص بانشاء العياده. كل ده عن تجربتك يعني عن تجربتك يا فندم وكل البعثات علشان خاطر استاذ ايمن راحت الحجاج. عن تجربتك وخبرتك السابقه في مواسم الحج السابقه، تقدر تنصح ايه اهالينا الكرام اللي موجودين في موسم الحج علشان يحتاطوا نوعا ما ويحافظوا على صحتهم؟ وطبعا بكل تاكيد احنا عندنا يعني تحديات متعلقه بارتفاع درجه الحراره
في هذا التوقيت في المملكه العربيه السعوديه. عشان كده احنا حريصين ان احنا من جانبنا وفرنا وسائل نقل حديثه ومكيفه للحجاج والمشاعر برضه وسائل كلها مخيمات مكيفه، وبالتالي احنا حريصين ان الحجاج يعني التزموا بالتعليمات المتعلقه بعدم ان هم يتعرضوا لاشعه الشمس مباشره. كذلك معانا العيادات لو في اي حاج بيشتكي من اي عرض او مرض مفاجئ او حاجه على طول يتابع العياده الطبيه اقرب عياده ليه. الامور كلها الحمد لله، يعني انا شايف ان هذا العام يعني في تعاون من الجميع، وكذلك في التزام. احنا جانبنا وزاره التضامن احنا عملنا تدريب من مده طويله للمشرفين المرافقين للحجاج وتاهيل ليهم عشان خاطر كافه المواقف اللي الحج بيتعرض ليها عشان يقدروا يساعدوا الحج في زمن قياسي. يعني انا عندي استفسار مش عارف عند حضرتك الاجابه عليه ولا لا. اللي اعرفه ان دايما كنا بنقول ان على كل مليون مصري او كل مليون بيكون في 1000 واحد بيطلعوا، صح يا فندم؟ فبالتالي الاجماليه لجمهوريه مصر العربيه 78,138 تاشيره، دي الحصه المخصصه لجميع حجاج جمهوريه مصر العربيه. انا قصدي ليه 78؟ ليه مش واصلين لل 100 زي ما احنا عدد مصري، او 90 على الاقل؟ هو الحصه رجعت لاصلها، لان كانت الحصه حصل خصم 120% نتيجه التوسعات اللي كانت في الحرم. ولما الحرم انتهت التوسعات تم عوده الحصه لاصلها. موضوع النظر في الزياده وفقا لنسبه تعداد السكان اللي طبعا المملكه هتتخذ فيه قرار بس بعد ما تنتهي كافه التوسعات الخاصه بالحرم عشان المنطقه المشاعر والحرم تستوعب كافه الاعداد، لان احنا برضو احنا كل سنه بنتكلم ان في معاناه للحجاج بسبب ضيق المساحات في منى، خاصه في مشعر منى، وبنوعي الحجاج ان هم كبار السن والمرضى اللي هم في امور شرعيه من حقهم ان هم ما يبيتوش في منى ويتواجدوا في مكه فتره منى، خاصه مع ضيق المساحات اللي موجوده في منى، وكل دي تيسيرات للدينيه للحجاج، ولكن الهدفها في الاخر مصلحه وصحه الحج. يعني اخر حاجه اسمح لي يا فندم اوجه نصيحه لاهلي بالتاكيد اللي موجودين وهيسافروا في موسم الحج، كل اهالينا الكرام اللي يروحوا ويرجعوا بالف سلامه. وعن تجربه شخصيه، اكتر حاجه ممكن تسبب مرض في المكان هناك بسبب ارتفاع درجات الحراره هو التكييف. خلي بالكوا جدا من التكييف، لان درجات الحراره بتكون بره شديده وبتدخل فجاه على الفندق في درجه حراره قليله، او بتطلع جري علشان تلحق الصلاه في الحرم بسرعه فتطلع في الحر وانت موجود في تكييف، فممكن ده لا قدر الله يجيب برد او سخونيه. فخدوا حذركوا قدر الامكان، يا رب تعودوا بالف سلامه ان شاء الله سالمين غانمين. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، شرفتني. الاستاذ ايمن عبد الموجود الرئيس التنفيذي لمؤسسه الحج والعمره. ومن وزاره التضامن الاجتماعي والحج لوزاره النقل، نروح لوزاره النقل والدكتور هشام عرفات وزير النقل استقبل السفير الايطالي في القاهره لمناقشه التعاون بين مصر وايطاليا في مجال السكه الحديد وكمان مترو الانفاق. وزير النقل أكد أن قطاع النقل في مصر بيشهد تطور كبير في كل القطاعات، وأن في فرص استثمارية كبيرة في كل مجالات النقل اللي هيتم إنشائها إن شاء الله، بالإضافة لأن السكة الحديد في مصر بتحظى باهتمام كبير للغاية، وأنها طبعا بتخدم ملايين الركاب بشكل يومي، وأنه حاليا بيتم تطوير كل عناصر منظومة السكة الحديد وتحديثها علشان تحسين الخدمة المقدمة لحضراتكم من الركاب. بالتأكيد حضراتكم تابعتم كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعده في مؤتمر الوطن السادس للشباب اللي عقد في جامعة القاهرة، واللي اتكلم فيه على تطوير السكة الحديد، ان هيتم تطوير المحطات، هيتم تطوير السكة، وكمان هيتم تطوير القطارات بالدفع بستين جرار معاهم عربياتهم. ده هيغير شكل السكة الحديد المصرية، وبالتأكيد السكة الحديد تستاهل ده لأنها تاني سكة حديد أنشئت على مستوى العالم قبل أمريكا وقبل ألمانيا وفرنسا وقبل اليابان وكل اللي بنسمع عنه ده. يا رب إن شاء الله تأخذ المكانة اللي تستحقها عن قريب. نخلينا برضو في السكة الحديد، لأن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أعلن أنه هيتم تشغيل قطارات إضافية في فترة عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير، وده ابتداء من يوم 15/8 اللي جاي لغاية يوم 31 أغسطس. 31/8 رئيس الهيئة شدد على تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز علشان منع تسريب التذاكر للسوق السوداء
وبيناشد كمان الركاب الكرام من حضراتكم اللي هيسافر من حضراتكم بالسكة الحديد انهم يطلعوا البطاقة الشخصية خلال الحجز امام شباك التذاكر علشان تسجيل البيانات، وده للحفاظ على حقوق حضراتكم. كمان هيتم تشغيل حوالي 26 قطر اضافي مكيف ومميز علشان منع التكدس، بالإضافة لضم عربات علاوة في بعض القطارات المكيفة بإجمالي 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافي. نروح لوزارة القوى العاملة. السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة أطلق النهاردة أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية اللي فازت في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة في الفترة من 2018 لغاية 2022، وده لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للأسمنت. طيب اسمحوا لنا بنعود مرة تانية لخبر هيئة السكة الحديد. بينضم لي عبر الهاتف السيد مجدي الصباغ المتحدث الرسمي باسم الهيئة. يا أهلا وسهلا بيك يا أستاذ مجدي. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك، مشرفني بالتأكيد. الله يخليك. المجهودات كبيرة بالتأكيد في هيئة السكة الحديد علشان تطوير الهيئة، بس خلينا نركز دلوقتي على الفترة اللي جاية، فترة عيد الأضحى، وحضرتك تعلم ان فترات الأعياد بيكون فيها تكدس علشان أهالينا اللي يحبوا يقضوا ويقضوا الأجازات مع أهاليهم في سواء في الصعيد أو في الدلتا أو في أي مكان. إيه اللي حضراتكم هتقدموه لأهالينا المسافرين؟ احنا طبعا بنقول لجميع السادة المشاهدين ان شاء الله يعني كل سنة وحضراتكم طيبين. بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك. طبعا الهيئة أيام بتكون بعمل استعدادات كثيفة جدا في إن شاء الله. أستاذ مجدي، أستاذ مجدي، أستاذ مجدي الصباغ، حضرتك سامعني يا فندم؟ طب اتمنى من زملائي في البرنامج ان احنا نعود الاتصال بيه، لان موضوع السكه الحديد ده مهم قوي، لازم نطمن ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب عقبال ما يرجع لنا مره ثانيه الاستاذ مجدي، اسمحوا لنا نتابع التقرير اللي جاي عن وزاره القوى العامله. أطلق اليوم أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018-2022 برعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان والرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت، حيث تبلغ اللجان النقابية في الشركة 5 لجان وتضم 55 عضوا نقابيا. هي دي بداية المبادرة، هم خطفوا المبادرة لأن احنا طبعا أطلقناها، فهم حبوا ان هم يكونوا البادئين بهذا. احنا كوزارة هنبتدي نعمل جولات تدريبية في قطاعات مختلفة عشان نقدر نضفي هذا الفكر على كل القيادات النقابية. نحن هنا اليوم لنزيل كل الأفكار الخاطئة والتي تلقيناها في مجالات التسويق ووضع الميزانية، لنكون على دراية بما يستحدث في سوق العمل العالمي حولنا، لنحسن سويا من سير خطة العمل المشتركة. وتوثيقا للعلاقات بين وزارة القوى العاملة ومجموعة شركات السويس للأسمنت، تبادل الطرفان الدروع التذكارية. كل إجراء أو كل مبادرة بتحس الناس على التعلم والتدريب والتطوير أنا بحترمها للغاية، وبشوف أنه إذا كنا بنتكلم في مستقبل وبنتكلم في بكرة أحسن من دلوقتي، فده احنا مش مفاتيح، مفتاحه الحقيقي هو في التعليم والتدريب والتثقيف. لازم كل عامل يكون على درايه مجموعته او شركته، نطاق العمل فيها ماشي ازاي، الشركه بتكسب ولا بتخسر، ايه المخاطر اللي بتواجهنا، ايه المكاسب اللي نتج عنها السنه الماليه المنتهيه. وجدير بالذكر ان هذا التدريب يستمر لمده 4 أشهر بواقع 2 للاسبوع، يهدف في الختام إلى تنمية مهارات العمال في مجال التنظيم النقابي والموارد المالية والتسويق والتفاوض. أسماء خليفة، الحياة في مصر. طيب ورجع لي مرة تانية الأستاذ مجدي الصباغ المتحدث باسم هيئة السكة الحديد. يا أهلا وسهلا بك مرة تانية يا أستاذ مجدي. حضرتك أهلا وسهلا بك. حضرتك كنت بتكمل على إيه اللي هيتم إن شاء الله في فترة الأعياد إن شاء الله اللي جاية. إن شاء الله الهيئة هتوفر 182 ألف مقعد إضافي خلال الفترة من 15/8 ل 31/8 إن شاء الله، رحلات ذهاب وعودة بإذن الله. إحنا في تكثيف رقابة شديدة جدا على الحجز وعلى داخل الصالات الحجز إن شاء الله منعا للسوداء نهائي إن شاء الله.
بس احنا ناشد الساده المسافرين بس اظهار البطاقه الشخصيه عشان تسجيل البيانات حفاظا على الحقوق بتاعتهم ان شاء الله. انا عايز اقف عند الحته دي يا استاذ مجدي. طبعا. اظهار البطاقه الشخصيه انا عارف ان انتوا بتحتاطوا علشان ما يتمش تداول تذاكر اكتر في السوق السوداء وكل واحد ياخد حقه، بس انت حضرتك عارف الطابور بيبقى عامل ازاي؟ انت عارف طبعا يعني الطابور بيبقى طويل في الوقت اللي هو ما فيهوش بطاقه، فما بالك لما يكون في بطاقه. طبعا هو اظهار البطاقه نفسها على الشباك ده بيوفر وقت وبيساعد ان ما يبقاش فيه ازمه ولا زحمه على الشباك. اخذ البيانات بطريقه سريعه عشان بس ما يبقاش فيه تكدس على الشباك بتاعه الحاجه ان شاء الله. اظهار البطاقه بيوفر وقت، المفروض ان هو العكس. اظهار البطاقه وياخد منها بيانات وكده من البطاقه ويسجلها، بتتاخد بسرعه، بس المشكله ان في واحد ما بقاش معاه بطاقه وبيعمل زحام وبيقف بيبقى عايز التذاكر، بتبقى عامله مشكله جامده للتالي. لما يظهر البطاقه مباشره بتتاخد البيانات بتاعته بتطلع التذاكر مباشره ان شاء الله. طيب ما اتمناه حاجه واحده، وانا من الركاب الدائمين لهيئه السكه الحديد وعارف في محطات كتير. انا عايز اضيف بس على حضرتك برضه، احنا ان شاء الله يعني احنا بالنسبه للاضافات الكبيره دي هو في حوالي 26 قطر اضافي مكيف ومميز. وحضرتك في عربيات علاوه هتبقى على بعض القطارات المكيفه ان شاء الله. ده كويس جدا. اجمالي 180,000 مقعد، في عندنا حوالي 8 قطارات ان شاء الله. طبعا احنا بنكثف جدا مساعده بالذات في القطارات والعربيات العلاوه على اخواننا في خط القاهره واسوان تحديدا. يعني انا عندي حوالي 8 قطارات هتتوفر ان شاء الله في خط القاهره واسوان اسكندريه اسوان، في مخاصيص حضرتك برضو ما بين القاهره واسكندريه، في تراث اضافيه حضرتك ان شاء الله برضو منهم اهلنا في النوبه، بتتوفر كمان عربيات للنادي الجعفره الرياض ان شاء الله ما بين اسكندريه واسوان وبالعكس. انا بتكلم يا فندم، ده شيء محترم للغايه ويقدر، انا بتكلم على جزئيه معينه وهي شبابيك التذاكر. اتمنى بس ان شبابيك التذاكر يكون فيها عدد موظفين اكتر، يعني يتم الدفع بموظفين اكتر علشان ما نشوفش شباكين ثلاثه اللي شغالين، فيكون في الوقت العادي من غير البطاقه واخذ البيانات بيكون في تكدس، فما بالك اخذ بيانات البطاقه من كل شخص، فهيكون صعب. جميع الشبابيك خلال هذه الفتره بتكون حاليا كل الشبابيك موظفين مستمرين وفي خلال فتره العمل المحدده. حلو جدا. بإمكان اليوم ان شاء الله. جزيل الشكر يا فندم الاستاذ مجدي الصباغ المتحدث الرسمي باسم هيئه السكه الحديد. مستمرين مع حضراتكم في الحياه في مصر، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه في الحياه في مصر، وبنستكمل مع حضراتكم اخبارنا، ونستكمل باخبار التربيه والتعليم وبالاخص الدروس الخصوصيه، لان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون المعلمين قال انه هيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصيه وهتعتبر جريمه في القانون الجديد للتعليم، ومش هيسمح لأي شخص داخل النظام أو خارجه أنه يشتغل في الأمر ده إلا بتصريح مسبق من جهة الولاية والمسؤولية، وإلا هيعتبر عمل غير مشروع. نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين قال كمان في تصريحات لي على جروب المعلمين أن النظام التعليمي الجديد هيقضي على كل الظواهر الإدارية الخاصة بالمعلمين، وأن كل الموضوعات الخاصة بتغيير وتعديل المسمى الوظيفي قيد الدراسة، وأنه في 130 تخصص تاني هيصدر من الوزارة القرار المناسب علشان تضع ضوابط جديدة للموضوع ده. اسمحوا لي على هذا الأمر، بيشرفني عبر الهاتف الأستاذ محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين. يا أهلا وسهلا بك يا فندم، مشرفني يا دكتور. لا شرف لي يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. بنتكلم على تجريم الدروس الخصوصية، هيتم السيطرة عليها ازاي؟ وحضرتك تعلم ان كل مدرسي مصر بلا استثناء وكل التحية ليهم طبعا بيدوا دروس خصوصية. بص فندم، هو يعني بلاش التعميم، هو لا بالعكس، معظم هو في جزء بسيط من مدرسين مصر هم اللي بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية. غالبية مدرسين مصر محترمين جدا، ملتزمين بالقانون، عارفين دورهم التربوي. الفئه بقى اللي بتدي دروس خصوصيه، للاسف الشديد الدروس الخصوصيه بقت ظاهره خطيره جدا على المجتمع المصري، مؤثره بالسلب جدا على الاسره المصريه وعلى النظام التعليمي وعلى شخصيه الانسان المصري، اللي الدوله كلها دلوقتي مهتمه ان هي ترجعه للشكل الطبيعي الفطري للمجتمع المصري، الاخلاق الحميده، يعني استغل الذكاء الفطري اللي موجود عندنا بشكل مفيد للمجتمع. عشان كده احنا في القانون التعليمي الجديد ان شاء الله
اللي احنا باذن الله هنتقدم بيه للبرلمان في الدوله البرلمانيه القادمه، ده هيكون تعليم موحد لمصر بيضم يمكن او عنده علاقات مع 17 قانون اخر. احنا اكتشفنا كده ان في 17 قانون في مصر للاسف بيلامس مع التعليم. عشان كده ان شاء الله القانون ده هيكون قانون عام منظم للعمليه التعليميه، وفي مواد متعلقه بالدروس الخصوصيه وتنظيم الظاهره دي والقضاء عليها ان شاء الله. انا بس يعني مع كامل احترام الكلام حضرتك يا فندم، بس انا مختلف بس مع حضرتك في جزئيه الجزء القليل من المعلمين هو اللي ما بيدي او بيدي دروس خصوصيه. انا يعني انا شايف في المجتمع المحيط اللي حواليا ان الجزء الاكبر هو اللي بيدي دروس خصوصيه. حضرتك ممكن تختلف معايا. تمام ماشي يا فندم. على العموم احنا مغرمين هذا الفعل، لان هو ده للاسف الشديد الظاهره زي ما قلت لحضرتك مؤثره جدا على المجتمع المصري، بتاخد الولاد في طريق تاني خالص غير اللي احنا بنسعى له، حفظ والتلقين، وده غير ان احنا ما بنشرفش على الموضوع ده، وبالتالي مش عارفين ايه اللي بيتقال في السنتر ده او في الدرس ده او في المكان ده، فده بشكل خطوره حتى على المجتمع، لان ممكن افكار هدامه تكون موجوده فيه وهكذا. فعشان كده احنا بنجرم هذا الفعل في القانون الجديد، ومش جنحه ده جنايه. هيتطبق امتى يا فندم؟ نعم هيتطبق امتى ان شاء الله؟ يعني امتى نشوف القانون الجديد ده؟ ان شاء الله هنقدم لمجلس النواب في جلسته في الجلسات اللي هي مرتبطه بالدوره البرلمانيه القادمه ان شاء الله، بنقدم مشروع متكامل للتعليم. طيب جميل للغايه. يعني يحقق رؤيه ان شاء الله متوافق مع رؤيه مصر 2030 اللي كلنا بنحلم بيها وبنسعى لتحقيقها في لبناء انسان مصري مختلف. طيب بنتكلم في الفتره اللي جايه على الدروس الخصوصيه والقضاء عليها. في جزئيه مهمه جدا في النظام التعليمي الجديد، طبعا المدارس اليابانيه ممنوع فيها تماما الدروس الخصوصيه. لو المدرس اللي موجود او من شروط التعاقد، لو المدرس اللي موجود في المدارس اليابانية ضبط بيدي دروس خصوصية هيفصل من هذه المدرسة، ولو الطالب برضه ضبط بياخد درس خصوصي هيفصل من المدرسة ويتحول لمدارس عادية. هل هتنتظروا لغاية تعميم أكتر للمدارس اليابانية ولا هتدخلوا بشكل مباشر على جميع المدارس؟ احنا دلوقتي هو المدرس ليه بيروح لدروس خصوصية؟ بيروح لدروس خصوصية عشان الظروف الاجتماعية صعبة بالنسبة له. بالظبط. هو بيلجأ دلوقتي لوسيلة لتحسين دخله المادي. نفس القصه وهي الامر، بيلجا لدروس خصوصيه عشان التعليم او النظام التعليمي للاسف ما كانش جيد ولا كلنا قابلينه، فعشان كده احنا بنعمل منظومه تعليم جديد على مرحلتين، رياض الاطفال واولى ابتدائي والثانويه العامه. الدروس الخصوصيه هتفضل موجوده ولكن حدتها هتقل مع الوقت. المنظومه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي وقايد التنفيذ هتقضي على الدروس، ولكن مش بين يوم وليله ولا بسنه وسنتين، لان منظومه التقييم بتختلف، منظومه حتى المرتبات هتختلف. اتمنى طبعا ده شيء مهم للغايه، هتختلف مع المنظومه الجديده، وبناء عليه الدروس هتقل مع الوقت، لكن مش بين يوم وليله ولا السنه الجايه ولا حتى اي قانون. ده كلام محترم وواقعي على ارض الواقع، انا مع حضرتك في ده. انا عايز اقف عند جزئيه برضو حضراتكم اتكلمتوا عليها في البيان، ان اللي عايز يدي دروس خصوصيه مش هيتم ده الا بتصريح مسبق من جهه الولايه او المسؤوليه. ازاي يعني اللي عايز يدي درس خصوصي دلوقتي او مجموعه يعمل ايه بالظبط؟ بالظبط هو مش بالمزاج كده ولا النهارده في طلبه محتاجه عنايه خاصه، مهاراتهم محتاجه ان هي تقوى، وبالتالي محتاجين رعايه خاصه، سواء تكون في مجموعه سواء تكون في مركز معتمد. فهنا بقى الدوله بتتدخل، لازم تقيم المركز ده، لازم تشوف مين اللي قائمين عليه، ايه مؤهلاتهم، ايه علمهم، عشان يتعاملوا مع الفئه دي او مع الطلبه دي تحت رعايه واشراف الوزاره. احنا بنتكلم على فئه عندها مشكله، المشكله دي محتاجه رعايه خاصه، لكن مش العمليه سايبه كده. كل النهارده اي حد بيفتح سنتر تحت بير السلم فوق بير السلم ويدي دروس زي ما هو عاوز، بيقول للاولاد ايه، بيعودهم على ايه، بيعلمهم ايه، كل ده ظواهر سلبيه جدا بتاثر على المنظومه كلها. جميل ومصالح الاولاد. جميل للغايه. انا عايز يعني انقل لحضرتك كلام احد المدرسين اللي قاله لي، قال لي طب ما هو الدوله موجود فيها العيادات الخاصه بتاعه الاطباء ودي حاجه خاصه، ليه مانعين الدروس الخاصه؟ تمام. ما هو الزميل اللي قال لحضرتك كده يعني
لو هو مطلع دلوقتي على الاجراءات اللي بتعملها وزاره الصحه والاجراءات اللي الدوله ماشيه فيها هيعرف ان الكلام ده مش هيبقى مسموح به الفتره الجايه. طيب. ما ينفعش النهارده دكتور بيشتغل في مدرسه في مستشفى حكومه يروح يفتح عياده خاصه. يعني هو لو متابع كويس هيعرف ان دي اجراءات الدوله كلها بتحاول تعالج الظواهر السلبيه اللي ظهرت السنين اللي فاتت، والسنين اللي فاتت دي يعني مش سنه ولا اتنين، ده بنتكلم في 40 50 سنه. فكل الكلام ده هيتصلح الفتره الجايه في اطار قانوني تشريعي منظم لكل الاشكال دي. بما ان حضرتك مسؤول عن المعلمين في بلدنا فاسمح لي اهنيك على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص ليكم 20% من المنح الدوليه انها تكون مخصصه للمعلمين اللي شغالين في المنظومه التعليميه علشان ينقلوا الخبرات اللي موجوده في الخارج، التعليم اللي كنا بنشاور عليه بايدينا في اليابان ولا في سنغافوره ولا فنلندا او الاماكن المحترمه في مجال التعليم ينقلوه لبلدنا، فده شيء محترم للغايه. هتنسقوه وترتبوه ازاي يا فندم ان شاء الله؟ احنا الفتره الجايه هنحط القواعد والكي بي ايز اللي نقدر نختار بيها الزملاء المعلمين اللي احنا بنستهدف ان شاء الله ان هو يكونوا نواه لزملائنا بقى، ويكون نواه حقيقيه لتطوير التعليم واستقراره باذن الله. فلسه القواعد المنظمه دي احنا شغالين عليها النهارده. قواعد منظمه لاختيار المعلم لسه شغالين عليها. ودول هيكونوا طبعا مش كل المعلمين هيخرجوا هيسافروا يعني، لكن دول هيكونوا نواه يعلموا التانيين. طبعا نقل خبرات، طبعا نقل خبرات، ده شيء محترم للغايه يا فندم. انا بشكركم عليه. شكرا جزيلا للدكتور محمد عمر نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون المعلمين، جزيل الشكر يا فندم. اما بالنسبه برضو في اخبار التعليم، بس التعليم يعني العالي، بنتكلم على تنسيق دخول الجامعات. الاستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعلن ان عدد طلاب المرحلتين الاولى والثانيه من التنسيق اللي تقدموا بطلبات تحويلات لتقليل الاغتراب، ودي خطوه محترمه جدا لتقليل الاغتراب، بلغ حوالي 38,000 طالب وطالبه لغايه دلوقت من وقت ما تم فتح موقع التنسيق الالكتروني الباب ليهم. الاستاذ السيد عطا قال ان كل طالب مسؤول عن رغبته في التحويل، وانه مش هيتم اعاده الطالب لرغبته الاصليه اذا تم تحويله لكليه اختارها هو بنفسه في تحويلات تقليل الاغتراب للمحافظه الاقرب ليه. اسمحوا لنا نروح لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللي أعلنت عن إطلاق موعد أو موقع دعم مصر ابتداء من يوم الحد اللي جاي علشان تتيح الفرصة للمواطنين اللي بيرغبوا في تعديل الأخطاء في بيانات بطاقات التموين الخاصة بيهم. وزارة التموين قالت أن 105 مليون بطاقة تموينية أو 1.5 مليون بطاقة تموينية بالأحرى فيها أخطاء في البيانات، وده رقم كبير للغاية لما نتكلم على 1,500,000 بطاقة فيها أخطاء. قالت الوزارة إن أصحاب البطاقات دي مش هيتمكنوا من إضافة المواليد قبل ما يعدلوا الأخطاء اللي موجودة في البطاقات بتاعتهم. الدكتور علي المصلحي وزير التموين كان أصدر طبعا قرار بفتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من الأول من شهر 8 أغسطس الحالي لغاية يوم 31 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله، ومش هيتجاوز عدد المواليد اللي هيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد فقط على البطاقة الواحدة. نروح لإيطاليا لأن من كام ساعة السلطات الإيطالية أطلقت سراح محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية في عهد الإخوان بعد ما تم توقيفه لعدة ساعات هناك. السلطات الإيطالية كانت استوقفت القيادي في تنظيم الإخوان اللي هارب طبعا خارج البلاد خلال تواجده في إيطاليا. محمد محسوب كان تم اتهامه في عدد من القضايا بالإضافة لإدراجه في قوائم الإرهاب. اسمحوا لنا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. كشفت قناة CBI الإيطالية عن إطلاق السلطات الإيطالية للسراح القيادي الإخواني محمد محسوب وزير الدولة للشؤون النيابية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية. فقالت القناة أن محسوب يحمل جنسية إيطالية لكونه متزوج من امرأة إيطالية، وكانت شرطة مدينة كاتانيا الإيطالية اعتقلت محسوب في وقت متأخر من أمس الأربعاء وفقا لمذكرة من السلطات المصرية المطالبة بتسليمه لصدور أحكام قضائية ضده. جاء اسم الإخوان محمد محسوب في قضايا نظرتها المحاكم المصرية بعد عزل محمد مرسي في يوليو من عام 2013 فضلا عن إدراجه بقوائم الإرهابيين.
ففي سبتمبر من عام 2013 أيدت محكمة جنايات القاهرة أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله لاتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب. وقضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بمعاقبة محسوب غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وأسند له قاضي التحقيق ارتكاب جرائم إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية وسب وقصف موظفين عموميين. وفي إبريل من عام 2015 قضت محكمة جناح مدينة نصر بحبس محسوب غيابيا 3 سنوات وكفالة 10,000 جنيه لاتهامه بالنصب على مستثمر سعودي بعدما أوهمه برفع قضايا تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية واستولى منه على 200,000 دولار. وخاطبت السلطات المصرية الانتربول لإدراجه على القائمة الحمراء، الأمر الذي استجابت له الشرطة الدولية. ثعلب العمليات رجل الإخوان الخفي، محلل الإخوان الشرعي، قائد عمليات الإخوان بالخارج، كلها ألقاب نالها الإخواني الهارب محمد محسوب الذي كان يحرض دائما على الدولة المصرية والجيش والشرطة. ريم سمير، الحياة في مصر. طيب خلونا نروح لأخبار الرز. رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات أعلن إعادة توريد الأرز المحلي لهيئة السلع التموينية التابعة طبعا لوزارة التموين والتجارة الداخلية مرة تانية علشان يتصرف لحضراتكم على بطاقات التموين بعد ما تم إيقاف التوريد الفترة اللي فاتت، وده بعد ما حصل اتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية علشان الأسعار تهدى شوية في الأسواق وعدم الضغط على سوق الرز. رئيس شعبة الرز في اتحاد الصناعات المصرية قال إن أسعار الأرز حاليا فيها حالة استقرار بسبب بدء حصاد المحصول الجديد من الأرز، وقال إن باقي كميات الإنتاج اللي كانت موجودة من السنة اللي فاتت بالإضافة لإنتاج المحصول الجديد الاتنين مع بعض هيكفوا إن شاء الله لغاية شهر أكتوبر 2019 إن شاء الله. اسمحوا لنا بينضم لي عبر الهاتف الأستاذ رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز. يا أهلا وسهلا بيك يا أستاذ رجب، بشرفني في الحياة في مصر. ربنا يبارك فيك يا فندم، وكل سنة وسعادتك طيب وكل مشاهدينك بخير وبصحة وسلامة. يا أهلا وسهلا. اتفقتوا خلاص هتوردوا الرز لوزارة التموين؟ امبارح ما كانش لسه الاتفاق حصل. لا، هو احنا اتفقنا من حوالي 10/7 وكان بدء التوريد عشان خاطر الشركات او المضارب اللي هي بتعمل كيات اساسا تجهز الكيات وتجهز احوالها، وكان والتوريد بدا اساسا من اسبوع، لكن التوريد الفعلي من 1/8. بس احنا بدانا قلنا اللي عاوز يورد يورد، مفيش اي مشكله خالص يعني، لان الدكتور علي حقيقه متفاهم معانا جدا جدا جدا. واحنا كنا وقفنا الارز نظرا لتصريح السيد وزير الري لما طلع ودخل رمضان ربنا يعيده على مصر كلها، اجمع الامه العربيه بخير والاسلاميه، من اجل طبعا يعني دايما الارز بيرتفع في رمضان من اجل الشنط ومن اجل الزكاه وموائد الرحمن، وكل ده بيعمل على سحب كميات رز كبيره يمكن 3 أضعاف الكميه الاساسيه. مفيش غنى عن الرز يا استاذ رجب، وبالاخص الرز المصري البلدي، فمفيش غنى عنه، المواطن المصري متعود عليه بالتاكيد. قدم الرز موجود، واحنا قلنا ويمكن انا قلت مع سعادتك وقلت في بعض المواقع والقنوات الاخرى تمام، ان الرز المصري كتير والحمد لله ظهرت الحقيقه، والناس اللي كانت شايلة الرز ورفضت تبيعه ب 6000 جنيه بتبيعه النهاردة ب 4700 جنيه، يعني يسيب له في الطن حوالي 1300 جنيه وهو يستحق ذلك، لأنه كان مداري عن المواطن المصري وعن محدود الدخل، وكان يعني طمعان وما عجبوش ال 5800 و 6000 جنيه. الحمد لله ربنا نصرنا وبيعه النهاردة ب 4700 جنيه باقل عما كنا بنتحايل عليه. ده حاجه كويسه الحمد لله. قول لي يعني وردته لوزاره التموين بسعر كام؟ انت وردته الاول رز شعير ولا رز؟ لا، رز ابيض. رز ابيض. الرز الشعير ان شاء الله الوزاره هتاخده في شهر، هتبتدي تسليمه او استلامه في شهر 9 ان شاء الله. تمام. اما احنا بنورد حاليا رز ابيض بكام؟ معبأ 1 كيلو ب 7.5 جنيه الكيلو، يعني الطن ب 7500 جنيه، وهيوزع على البطاقات التموينيه ب 8000 جنيه، يعني الكيلو ب 8 جنيه. رز معبأ 1 كيلو، رز مصري خالي من اي رز مستورد،
مع ملاحظة ان الرز المستورد ما فيش اي عيوب، عشان بس يعني نوضح الصورة. مش معنى الكلمة دي ان الرز المصري فيه اي شيء او الرز المستورد فيه اي شيء، الرز المستورد ايضا كويس، واحنا قمنا باستيراده وهنقوم باستيراده وهيوضع يعني كاستراتيجي للدولة في اي وقت زنقة او في اي ازمة. انتوا قمتوا باستيراده بتتكلم بصفة ايه، كتجار ولا بتتكلم كوزارة تموين؟ والله احنا انا دلوقتي بنتكلم بصفة قطاع خاص، وزارة التموين لحد الان او وزارة او الدولة عامة، سواء وزارة الزراعة او اي وزارة اخرى لم تتخذ قرار لحد الان. احنا بنتكلم كمجموعة من القطاع الخاص. وان بعض الاخوة استوردوا 38,000 طن، والبضاعة الحمد لله الرز اللي وصل ممتاز ممتاز ممتاز، يعادل الرز المصري في الحجم والطول واللون والطعم وكل شيء. يعني بنقول للمواطن المصري ان شاء الله، بس احنا بنناشد المواطن المصري في اي ازمة سواء رز او اي سلعة اخرى، انه يقاطع اي سلعة تزيد، يقاطع الجشع. لو اي تاجر عنده جشع يا ريت المستهلك يقاطعه فورا وما يروحش المكان اللي هو بيبيع فيه. يعني احنا عاوزين انا معاك في المناشده دي بالتاكيد، والحمد لله ان انت اكدت لنا ان الرز المصري البلدي حتى بلاش المستورد دلوقتي، الرز البلدي موجود سواء من اللي باقي من السنه اللي فاتت او مع المنتج الجديد ان شاء الله او المحصول الجديد ان شاء الله. جزيل الشكر للاستاذ رجب شحاته رئيس شعبه الارز في اتحاد الصناعات. السفير سامح شكري وزير الخارجية أكد أهمية مراعاة الانضباط الوظيفي والتفاني في العمل في ظل المرحلة الدقيقة اللي بتمر بيها البلاد. قال كمان خلال لقائه أعضاء الوزارة من الكوادر الدبلوماسية الشابة والمتوسطة في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الرؤى حوالين خطة عمل أولويات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. قال إن الأولوية الخاصة هي تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية علشان أهميتها الكبيرة للأمن القومي المصري. ونروح لظاهرة غريبة في البحر الأحمر. جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة في البحر الأحمر أعلنت ظهور القرش الحوتي النادر، والحمد لله أنه هو مسالم في جنوب الغردقة. وقالت أن مجموعة من الغواصين التقطوا صور مع القرش الحوتي. جمعية الإنقاذ البحري في البحر الأحمر قالت في بيان ليها أنهم تلقوا إخطار من مجموعة من الغواصين وأصحاب لانشات سياحية عن رصدهم للقروش الحوتية في الغردقة، وأن الغواصين بمشاركة عدد من السياح قاموا بممارسة الغوص جنبه من غير أي أذى الحمد لله. أكدت كمان الجمعية جمعية الإنقاذ البحري أنها هتقوم بمتابعة القرش علشان ما يتمش الاعتداء عليه من الصيادين، علشان يكون في مأمن من الصيد الجائر، وكمان مراقبة تحركاته في المياه الإقليمية المصرية. طيب اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل، وبعد هذا الفاصل هتلتقوا مع فقرة أتمنى أنها تعجب حضراتكم، وأنا متأكد إن شاء الله أنها تعجب حضراتكم، لأن هيكون معايا صوتين من أجمل الأصوات اللي موجودة في بلدنا بعد الفاصل إن شاء الله.